أما هلأ مساحتنا التالية مع أنشطة جمعية فرح للطفل المريض بالكلية، وأيضا المهتمة في زراعة الكلية للأطفال، عقدت مؤتمرها الثالث، وأيضا رح نحكي أكثر عن هذا المؤتمر، عن أبرز الأهداف لهذا المؤتمر وأيضا خطط الجمعية في المرحلة القادمة. بصرنا نرحب بالدكتور بسام سعيد الاستشاري بأمراض وزراعة الكلية عند الأطفال، رئيس جمعية فرح للطفل المريض بالكلية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، يا أهلا وسهلا. شكرا لك. يسعد صباحك دكتور. يعني بالبداية خبرنا عن المؤتمر الثالث، أبرز القضايا اللي تم تداولها وخاصة بخصوص زراعة الكلية عند الأطفال. تمام، أول شيء أنا بحب أشكركم جميعا، قناة الإخبارية وحضراتكم، أهلا وسهلا، للاستضافة، لتسليط الضوء على جمعية فرح وعلى مؤتمر الثالث. مثل ما تفضلتي حضرتك، جمعية فرح عملت مؤتمر الثالث تقريبا من شيء 10 أيام تقريبا بدمشق. نعم. وهذا المؤتمر بالحقيقة هو الهدف منه كان تسليط الضوء على أمراض وزراعة الكلية عند الأطفال، واستقطب عدد كبير من المتحدثين أو اللي ألقوا محاضرات، بلغ عددها 27 محاضرة، والمحاضرين كانوا من مختلف محافظات سوريا تمت دعوتهم. والمؤتمر أخذ يومين، وكان في مشاركة كبيرة من معظم أطباء الكلية من كل سوريا. نعم. وحتى المقيمين قيد الاختصاص بمشافي دمشق كان في حضور كبير الحمد لله، وتم تسليط الضوء على كل ما هو جديد فيما يتعلق بميدان زراعة الأعضاء والجديد في أمراض الكلية عند الأطفال. والمحاضرات غطت تقريبا كافة الجوانب، وكل شيء فيه جديد بهذا الحقل الطبي الهام، سيما أنه سوريا هي تعتبر دولة رائدة في زرع الكلية. مثل ما بتعرفوا زرع الكلية بدأ بسوريا من سنة 79، وبالتالي فإننا نحن بسوريا باع طويل وكبير في موضوع زرع الكلية، لنا أكثر من 42 سنة وفي خبرات كبيرة، وخاصة في مشافي، أهم المشافي الموجودة في دمشق. والمؤتمر بالحقيقة شمل قطاعات طبية مختلفة. كان في عنا أطباء سواء محاضرين أو مشاركين بالمؤتمر من كل القطاعات الصحية، من وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والخدمات الطبية، ومن القطاع الخاص. وأنتم مشكورين طبعا، غطيتوا حفل الافتتاح. طبعا نحن بمجلس إدارة جمعية فرح بسرنا تماما دائما نضل على تواصل مع كل ما يعني من أمراض الكلية، ونعمل مؤتمرات. نحن سبق وعملنا مؤتمرين، وأنتم الإخبارية طبعا مشكورين غطيتوا المؤتمرين السابقين. نعم. ل 2016 و 2018. بال 2019 عملنا حفل إشهار بالمتحف الوطني لدمشق. طبعا بفترة كورونا مثل بقية الأمور كتير خف النشاط بسبب الأوضاع بكل الدنيا، طبعا مو بس بسوريا. هلأ الحمد لله يعني الأمور يبدو أنه ذاهبة نحو الانفراج، وبالتالي كانت فرصة جيدة أنه نحن نعمل هذا المؤتمر، نرجع نسلط الضوء على هذه الشريحة من الأطفال اللي نحن بجمعية فرح كتير بهمنا أنه ندعم هذه الشريحة من الأطفال المصابين بأمراض الكلية المزمنة. أمراض الكلية المزمنة هو مرض صعب وتقيل ومكلف، ويستمر مدى الحياة. صحيح. يستمر مدى الحياة ويكلف الدولة عبء مادي كبير، ويكلف أهل الطفل. وبالتالي فهي شريحة من الأطفال اللي هن بحق عن جد بحاجة لأنه نساعدهم ونشوفهم ونحس فيهم ونحس بأوجاعهم والتكاليف المرهقة اللي هن عم يحطوها. لذلك هذا كان أحد أهم أهداف. نعم. جمعية فرح ليش أنشئت؟ جمعية فرح أنشئت يعني بسنة 2013، يعني نحن هلأ جمعيتنا عمرها 8 سنين. كان الهدف الأول من إنشاء أو إشهار جمعية فرح، والتي أشهرت طبعا بشهر نيسان 2013، ونحن تابعين لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة دمشق، هدف كان هو مساعدة هذه الفئة من المرضى وأسرهم، والوقوف معهم جنب إلى جنب، مساعدتهم بشكل أساسي ماديا طبعا، لحتى يقدروا هنن يقدروا يستمروا في علاج هؤلاء الأطفال. لأنه هذا الطفل اللي معه مرض أو قصور كلوي مزمن وعم يغسل كلية، هذا الطفل طبعا حتى لو زرع كلية هو سيستمر بحاجة، بتتحسن أموره كتير ويرجع للحياة، بس بده متابعة، بده أدوية بشكل مستمر، وبده تحاليل، وبده متابعة طبية. وبالتالي فهون العناية الطبية لا تتوقف عند زراعة الكلية، بس طبعا من دون شك زراعة الكلية تعتبر مفصل كتير مهم بحياة هذا الطفل، لأنه بتنقله من طفل معتمد على الغسيل بيروح 3 مرات باليوم بالأسبوع على المستشفى مشان الغسيل، بتحوله لطفل تقريبا يعني يعيش حياة طبيعية وبيروح على المدرسة وبيكمل حياته. نعم. وبس بالإضافة لأنه طبعا لازم يأخذ أدوية بنسميها الأدوية المثبطة للمناعة، وبحاجة كل شهر أو شهرين يعمل تحاليل. بس طبعا شتان ما بين نوعية الحياة، إذا بنحكي عن الكواليتي أوف لايف، شتان ما بين نوعية الحياة لطفل عم يعمل غسيل كلية تقريبا عايش بالمستشفى، وما بين طفل تاني زارع كلية بيعيش طبيعي مثله مثل بقية رفقاته. نعم.
يمكن المؤتمرات هلا بيقولوا نحن بحاجه لها لتبادل الخبرات ايضا فيما يخص ايضا اي تطور علمي عم يكون، وخاصه بهذا المجال جدا حساس للطفل. ويمكن جمعيه فرح هون خلينا نحكي عنها، عن شو بتقدم هيدا الجمعية، لأي درجة الرعاية بتقدمها للطفل، وأيضا كمان إذا كان في جهود متضافرة بين الجمعية وخلينا نقول كل من يعنى بهذا الموضوع من وزارة الصحة وغيرها. تمام. هلأ مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن الهدف الأساسي من المؤتمر هو أولا تسليط الضوء على هذا الجانب من الطب، وهذه الشريحة من الأطفال اللي هن يعانون من أمراض مزمنة في الكلية. في تبادل الخبرات، هي شغلة كتير مهمة مثل ما تفضلتي حضرتك، اللي كانوا موجودين اللي حاضروا بالمؤتمر واللي شاركوا بالنقاشات الغنية اللي تلت كل المحاضرات كانوا موجودين من مستشفى الأسد الجامعي، من مستشفى المواساة، من مستشفى الأطفال، من مستشفى الكلية الجراحي، من مستشفى المجتهد، وبالتالي كان في عندنا نسبة، ومستشفى تشرين العسكري، وبالتالي كان في تبادل الخبرات وكان في نقاش كتير جميل. وبالحقيقة نحن الزملاء أفادونا يعني انطباعاتهم عن المؤتمر بأنه النقاشات كانت غنية جدا، ونحن بسبب فترة كورونا صار في عنا اشتياق لمثل هذه اللقاءات العلمية وتبادل الخبرات. أكيد في جانب اجتماعي دائما من المؤتمرات الطبية. نعم. هلأ بالنسبة للشيء اللي عم تقدمه جمعية فرح، نحن مثل ما قلت لك أن الهدف الأول من إنشاء الجمعية بسوريا كان هو دعم هذه الشريحة من الأطفال، مساعدتهم إما بإجراء بتغطية جزئية أو كاملة لنفقات العمل الجراحي. هالعمل الجراحي ايا كان، يعني حتى لو الطفل عم يعمل عمليه بمستشفى حكومي ربما يكون الاجراء العلاجي مجاني من قبل الدوله، بس احيانا في بعض النفقات اللي هون وهون، تحاليل وما تحاليل وبعض الاجراءات التشخيصيه، احيانا بيحتاج الطفل لاجراء عمليات بنسميها فيستولا او الناسور الشرياني الوريدي مشان يقدر يغسل كليه منها. تحاليل مخبريه في بعضها مكلف جدا خاصه هلا، وبالتالي ففي عبء مادي كبير جدا على هذه الاسره. في اسر بتعرف يعني دخلهم محدود، وغالبيه الاسر يعني اللي نحن عم تراجعنا هن بالفعل بحاجه لهالمساعده. نحن على القدر اللي نحن بنقدر بنساعد بنساعد فيه، ما بقدر ابدا اقول لك انه نحن بنحل محل حدا ابدا. نحن عباره عن يد تساعد، تمد يد العون لهذه الشريحه من الاطفال وأسره بالقدر. نعم. اللي نحن بتجينا هبات، وعلى قدر ما معنا هبات بنقدر نساعد دول الأطفال. نعم دكتور، يعني في حالات أنتم تبنيتوها بالجمعية، شفيت عملتوا لها زراعة كلى للأطفال، شفيت ورجعت لحياتها الطبيعية، حالة أثرت فيكم مثلا، أو مثلا كانت صغيرة أو حالة صعبة نجحت فيها زراعة الكلى، خبرنا هيك عن ردود الأفعال من الأهل ومنكم أنتم كمان. تمام، بتشكرك على هالسؤال لأنه هذا بيسلط على جانب دورك، على جانب مهم جدا من عملنا. طبعا زرع الكلية عند الأطفال بسوريا تقريبا بدأ بمستشفى الكلية الجراحي من سنة 2002 بقسم مستشفى الكلية الجراحي اللي هو تابع لمجمع ابن النفيس، فيه قسم خاص بالأطفال. طبعا هون بدأ زرع الكلية عند الأطفال. هلأ حاليا زرع الكلية عند الأطفال يتم في مشفى الأطفال الجامعي وفي مستشفى ابن النفيس. بالحقيقة هدول الأطفال مجرد ما زرعوا الكلية بصير في نقلة نوعية بحياتهم. نحن في كثير أطفال ساعدناهم نحن بموضوع أنه يتم العمل الجراحي، ودول الأطفال رجعوا للحياة الطبيعية، وفي بعضهم إذا حابة أنت أمثلة، في بعضهم طبعا كبر ودخل جامعة وتزوج، يعني في بنت صبية لحد هلا أنا بتراجعني بالعيادة، يعني جد أنا لما بشوفها بشعر هيك بنشوة أنه كيف هي صار في، كانت طفلة معتمدة على الغسيل وتنزل من مكان من ريف دمشق من مكان بعيد وكذا، بعدين أكملت وما تزال إلى الآن يعني زرع كلية ناجح جدا، إلى أكثر من 15 سنة زارعة كلية، ولحد الآن هي تشكر ربها أنه يعني رغم الصعاب اللي مرقت فيها هي وأهلها، هلأ هي حاليا فتاة متزوجة وعندها طفل وخريجة جامعية وفي عندها عمل. يعني نحن يعني هذا الموضوع يعيد الإنسان إلى المجتمع، يعيده إلى حياته الطبيعية. صحيح. يعني هذا الشيء جيد سواء على الصعيد الأسري انه الطفل بيرجع طبيعي لحد كبير. نعم. والى بالنسبه للمجتمع والدوله وكذا انه هذا صار انسان فاعل. مو هو انسان فقط يتلقى علاج ونايم ببيته وكذا. نعم. وبالتالي هذا جانب كثير مهم اللي هو انه اعاده الفرد الى المجتمع. تمام. بعيدا عن الاهداف الطبيه اللي هي طبعا بالدرجه الاولى طبعا، اللي هو انه يرجع المريض يشعر بالصحه والعافيه ويقدر يروح ويجي وياكل مثل ما بده، يلعب رياضه، يدرس الى اخره. صح. نعم. يمكن خلينا نحكي أيضا عن الجانب الإنساني لهذا الموضوع، وخاصة يعني مثل ما بنعرف بيقولوا الأهل أنه لساته صغير عم يغسل كلية، يعني هذا الأمر كمان
هو من الجانب الإنساني خلينا نخفف أزمة نفسية على الأهل، على كل من يخص الطفل وكل من هو قريب من الطفل. يمكن الطفل هو يشعر مثلا بالألم، يحس حاله هو مختلف عن باقي رفقاته، خلينا نقول أنه بيسأل أنتوا مثلي. فهون نحن أمام وضع إنساني بزراعة الكلية، نحن قدمنا شيء كتير كبير للطفل ولأهل الطفل. تمام، 100% حكيك سليم. هذا الجانب النفسي نحن كثير منعيره أهمية، لأنه كثير من الأحيان الطفل بيعاني من دون ما يحكي. يعني الطفل بحد ذاته بيكون هو عم بيشوف أخواته بالبيت، قرايبينه، جيرانه، رفقاته إذا كان بالمدرسة، أنه كل هدول الأطفال هن ما عم يحتاجوا أنه يعملوا تحاليل يروحوا على المستشفى، بينما هو بيسأل حاله أنه ليش الله أنا بعت لي هالمرض ما موجود عند الناس تانين. فنحن كثير بيهمنا هذا الجانب الموضوع، لذلك بوحدات غسيل كلية عند الأطفال في مستشفى ابن النفيس على سبيل المثال، نحن بنعمل لهم حفلات مثلا بالكريسماس، مثلا نجيب هدايا وكذا، بس لحتى نذكر هالطفل بانه نحن شايفينك وحاسين فيك 100%. ولأهله كمان هذا الشيء، رفع الجانب الاهتمام بالجانب النفسي بينعكس حتى طبيا، يعني حتى حالة الطفل بتلاقيها تحسنت. تعاونوا معنا بتناوله للأدوية والسماع للنصائح الطبية والحمية الغذائية الآخري كلها بتتحسن فقط من تناول هذا الجانب النفسي. تفضلتي عنه. نعم دكتور، يعني فعلا جمعيتكم فرح إلى من اسمه نصيب، لأنه عم تزرع فرح بقلوب كل الناس اللي يمكن عم بتعاني بمرض الكلى، وخاصة زراعة الكلى يا زراعة الأمل عند هالطفل وأعطائه حياة جديدة. خلينا نقول نتشكرك على قدومك وعلى كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله بالتوفيق لك وللجمعية بأكملها بكامل التيم تبعه. شكر لكم لاستضافتكم وتسليط الضوء على هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. موضوع كتير مهم وعجبنا نسلط الضوء عليه أيضا، وخاصة اليوم اللي حكينا عنه هو جزء كتير مهم، خلينا نقول من العجلة العلمية اللي هي مستمرة، وخاصة في مجال الطفل. شكرا كتير لوجودك معنا دكتور، موفقين بالجمعية وإن شاء الله يا رب هيك نتائج جدا ممتازة خلينا نقول. يا رب يا رب. شكرا لكم. شكرا لك.